عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه رايكم بقى لنا كتير ما عملناش كرنب؟ ايه رايكم لو نعمل كرنب وبتنجان والخلطبيطه دي؟ انا دلوقتي بجهز البصل وبضرب القوطه في الخلاط، وهنا بجهز الخضره وبعمل البصل على البوتاجاز، وهنسلق الفراخ مع بعض. شايفين الفراخ متنضفه ومنقوعه في الخل والليمون، هسقطها دلوقتي. بصوا اهو، طبعا هديها بقى الفلفل الاسمر بتاعها، وفي بصلايه في الحل. وهنا حمرت البصله وهنزل عليها بالطماطم. وهنا هحط الملح للفراخ، بصوا 100 معلقه كده عبال ما تستوي يعني في الغليان. وهنا طبعا هزود عشان ملح سليق الكرنب. وهنا هحط الفلفل الاسمر اهو، واديها تقليبه، وابدا بقى لما تغلي. خضرايه وقعت. لما تغلي اروح ايه شايله الريم اللي على وشها. تمام، هروح بقى للخلطه بتاعتها اهي. سبع بهارات، ملح، شطه، كمون، توم بودره، خضره بودره، برضو بحب احطها في كل الحاجات بتاعتي اهو. وايه ونديها تقليبه كده تاخد غليان، واكون جهزت الرز والخضره. انا بحب اقطع الكرنب مربعات، بس مها بقى هي اللي قطعته كده، فهكمل على عمايل مها. تمام، اهو بنسلق الكرنب كمان. استنى، حلة فاضية. هطلع بقى الورق بتاعنا. وهنا بقى بنزل بالرز اهو. انا حطيت بقى البقدونس البودره ليه؟ علشان انا بحب البقدونس تبقى باينه في المحشي، يعني بحطها في الاخر عشان تبقى باينه ان هي فريش كده، ما تبقاش دبلان، وبالاخص لما بتكون الخضره جديده يعني لسه جايباها، مش خضره قديمه. بصوا زي كده فريش، لان انا بعمل الخضره وبحفظها في الفريزر، انما دي خضره فريش فبحطها مع الرز. ونقلب بقى المحشي بتاعنا. بصوا الخضره لما هتاخد اللون كتسخين خفيف بتبقى كانها ايه لسه فريش. انا بحب احط له كمون كتير، وبدي له حبه نعناع في الاخر خالص، تبقى خلطه متكامله. لازم الرز ياخد تسبيكه كده والميه بتاعته تنشف عشان ما يعجنش، انما اللي بيحطوا ني في ني بصراحه انا مش بعترف بموضوع الني في ني ده. بحب اديله بقى كمان حبه زيت تلميعه. بعد ما اخلص خالص بديله الزيت ده، يبقى بيلمع وما يتماسكش في بعض. وطبعا سلقنا هنا الفراخ وخلصنا وطفينا عليها، هنحطها بقى في الفرن مع بعض اهو. الفراخ سلقناها وخلصنا. وهنا الخلطه بقى ايه، هديها الغلوه بتاعتها دي، وبعدين اطفي عليها تبرد شويه، اكون انا غسلت بقى الايه البتنجان وظبطت الكرنب عشان اقعد نحشي بقى مع بعض. شو بقى النعناع، انا بجففه اهو
بس ساعه لما هستعمله بروح ايه فركاه كده فركه خفيفه، بيدي ريحه وطعم. بحب النعناع فيها قوي قوي، كانه علاج برضو، لان الولاد ما بيحبوش يشربوا نعناع مغلي فبحطه لهم في الاكل. الباذنجان بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده، بنغسله بقى ونظبطه. انا مقوراه من بالليل، بس هو ايه ما بيتبلش ميه الا ساعه الحشو. تمام اهو، نغسله مع بعض واسيبه بقى يتصفى عبال ما ايه محضر الحاجات بتاعتي. الفراخ اهي معانا، بس انا بحب اديها خلطه على وشها كده. بحط نص كوبايه ميه في الخلاط وبيتين وقرنين فلفل، بيضتين وقرنين فلفل اهو، فلفل عشان احط له مشطه بقه. ده بصل بودره، التوابل بتاعتنا البابريك، اللهم صل على النبي، كاري باودر، وده محسن طعم. بنزل بيهم كده وبروح ضرباهم في الخلاط بايه كمان عشان يدي لمعه، بشويه زيت صغننين. تمام، هضربهم في الخلاط وارجع لكم عشان الصوت. الخلطه على الايه على الفراخ، وهسيبها شويه قيمه نص ساعه كده، وهولع عليها الشوايه في الفرن. وهنا زي ما انتم شايفين كده انا حشيت الباذنجان، ودلوقتي بخلص في الكرنب اهو، كمل اهو يعني، وهقوم نسوي بقى مع بعض ونشوف كده ايه رايكم في المحشي بتاعنا. وهنا بعمل اللسان العصفور بتاعنا، بحمره، الشوربه بتاعته جاهزه بالتوابل بتاعتها، وده المحشي طبعا بتاعنا. وهنا الشوربه اللي انا هسوي بيها الكرنب، وهسوي بيها الايه محشي الباذنجان. انا ضربه 3 قطيات في الخلاط مع قرن فلفل، وهحطهم عليها بالمنظر ده. طبعا هتدي حمار للمحشي وهيبقى شكله حلو قوي. هجيب الكرنب وارجع له. عايزه اوريكم، بصوا بنحط القعد بتاع المحشي ازاي اهو، قوي بديله خطه كده عشان يزيد. ده قرن فلفل اخضر، وده واحد كمان. بصوا بقى، بحب اكبس الحله بتاعتي او الصينيه اهو كده، واروح حاطه الغطا بتاعها عشان حتى لو استوى ما يفكش من ايه من التسويه او من النار. وهنا هنحط لمحشي الباذنجان القعد بتاعه، بصوا اهو كفايه كده. وبرده هروح جايبه غطا اصغر اهو، وبعد كده احط الغطا الاكبر. وهنا خلصت وسويت المحشي، اتمنى يعجبكم. ولسه بقى هغرف، بصوا الشكل. بصوا المحشي شكله جميل ازاي، اتمنى يعجبكم، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي، سلام عليكم.